افتح باب الزنزانه. ادم ادم يا نهار اسود يا نهار اسود. ادم رد عليا. ادم حد يفكوا، هاتوا لي عربيه اسعاف وهاتوا هدومه. ادم ادم رد عليا. ادم حد يفكوا. ادم ادم يا نهار اسود، يلعقوا شكلك يا سيف يا حبيبي. ادم ايوه. حصل امتى الكلام ده؟ يعني ايه نقله مستشفى؟ ما يسيبه يموت ولا اروح في سكين داهيه؟ بنقل عارفين. طب اقفل 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 بقى، مش وقته. اقفل ماشي يا شنبيه، شكلك كده مش هتجيبها البر معايا. ادم انا اسف يا ادم، انا يوم ما اقنعتك انك انت تسلم نفسك كنت واخد وعود ان انت مش هيحصل لك حاجه، بالعكس كنت واخد وعود ان احنا هنساعدك وهنقف جنبك، عشان انت عارف ان انا اكتر واحد في الدنيا دي عارف انك انت مظلوم. بس فجأة لقيت انه بيحصل غير كده. ادم انا حلفت يمين ان انا اعيش عمري عشان احقق العدل، فجأة اكتشفت ان انا بقيت بحقق الظلم وظلمتك انت اول واحد. عشان كده يا ادم انت ملزوم مني ان انا اهربك، ودلوقتي حالا. يعني انت مش عايز تظلمني وعايزني انا اظلمك؟ انت لو عملت كده انت بقى بتضر نفسك. بعدين يا باشا انا بجد تعبت خلاص، اللي يحصل يحصل. باشا انا اصغر بكتير قوي من اللي بيحصل لي ده بجد، مش قادر خلاص. عارف يا باشا لما انت جريت ورايا وانا سبتك ومشيت، كنت متأكد ان انت مش هتضرب، صوتك وعينيك كانوا بيقولوا ان انت مش هتضرب. صوتك وعينيك كانوا بيقولوا ان انت ابن ناس، بس المشكلة ان هنا يقولوا كلمة ابن ناس دي على ابن الناس الاغنياء، مع ان انا متأكد ان اللي اخترع الكلمة دي كان يقصد ابن الناس الطيبين المحترمين اللي بيخافوا ربنا، وانا متأكد انك منهم. وانا لو ما هربتكش دلوقتي حالا ابقى ما بخافش ربنا، وانا بخاف ربنا قوي يا ادم. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، اللي يرضي ضميره ويرضي ربه ربنا لازم ينجيه. ما تقلقش عليا يا ادم، ما تقلقش. طب انا يا باشا عملت اللي يرضي ضميري وعملت الصح ووقفت مع الحق، بيحصل معايا كده ليه؟ ادم
في ناس بيتهيألوها منهم انظلموا، وهما فعلا بيبقوا مظلومين قدام نفسهم وقدام الناس، بس ربنا وعد وعد قال ان كل عبد من عبادي هياخد حقه 24 قراط. وبعدين مش جايز يكون ربنا مستخدمك لحكمة معينة، ويا بخت اللي يستخدمه ربه. بعدين يا ادم ما تقلقش، صوت الحق هيعلى في النهاية، مهما عالي صوت الظلم دلوقتي في الاخر صوت الحق هو اللي هيبان، هو اللي هيعلى. عشان كده انت لازم تهرب دلوقتي حالا، انا مرتب لك كل حاجة، مش فاضل غير انك انت تنفذ وبس. يلا يا ادم يلا، ما تبصش على حاجة، انا مرتب لك كل حاجة ما تقلقش. يلا فضل مولانا، فضل عبده، فضلوا اساتذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. انا جبت المأذون والشهود عشان نخلص الموضوع زي ما اتفقنا. مالك مستعجل قوي كده ليه؟ انا لسه عاوز اتكلم مع سامية الاول. ما عادش بينا كلام، الكلام خلص. استهدي بالله يا سامية، ما يبقاش قلبك اسود كده، ده انا عبد جوزك برضو، هانت عليك العشرة للدرجة دي؟ عموما يا ستي هقولها لك تاني وتالت وعاشر، حقك عليا. انسى. مش هقولك عشان خاطر المرة دي، عشان خاطر الواد اللي بينا. الواد ده هيتربى احسن لما يبعد عنك. يعني انت خلاص مصممة؟ ايوه مصممة، ولما طلقتنيش هفضحك في كل حتة، وهقول عليك مدمن مخدرات، وهقول انك عايش عالة على قفايا، وهفضحك في كل حتة. ياه، هي حصلت للدرجة دي؟ طيب انت طالع يا سامية. يا دكتور انا ادم. انت فين؟ طب خليك مكانك ما تتحركش، انا جاي لك حالا. مين على التليفون؟ بعدين هقول لك بعدين. يا فندم انا واجه اتهام رسمي للمقدم هشام مطرق دم عليه، هو اللي هرب ادم عبد الحي، وانا ذكر وادي كل كلمه بقولها. ما حصلش يا فندم، ما حصلش يا سياده اللواء، كل الكلام اللي بيقوله العقيد سيف ده كد، وحضرتك عارف ليه. انا يا فندم خومته باقصى جهدي، بس هو خدني على اخوانه وضربني ونط من الشباك. خدك على اخوانه يا اخي؟ مش عيب عليك، ده انت ظابط، عيب عليك. ما تبطل بقى الحركات دي، عيب عليك انت. وانتوا ايه؟ ده تبقى مصيبه، مصيبه وحطت على راسنا كلنا. ده انا ما صدقت انكم عبطتوا عليه. انتوا ايه؟ مش عصدني؟ عايزين انا حياتي العمليه بفضيحه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. يا فندم هشام مطكور هو المسؤول الاول والاخير عن هروب ادم عبد الحي. يا فندم دخلي في التعليمات، خرج ادم عبد الحي لمستشفى بره جهاز امن الدوله، هو المسؤول، لازم يتحول للتحقيق. مش هو بس اللي هيتحول للتحقيق، كلنا هنتحول للتحقيق، واول بنا. بعد اذن عليك. اتفضل يا دكتور. اتفضل. خير يا خالي، طمني. الحمد لله، هتاخد الدواء ده وهتجري وتبقى زي الحصان ان شاء الله. اتفضل معانا يا دكتور، هجيب الدواء وراجع. استرها يا رب، استرها. ايوه ايوه. اوعى تكون فاكرني هسيبك تنام الليل بعد العمله السودا اللي انت عملتها يا هشام مدكور. قلت لك مش انا اللي هربته، قاومته وهرب مني. علي الكلام ده مش عيب. ما تبطل بقى نظرية المؤامرة والشك اللي انت عايش لي فيهم طول الوقت. ده مش شك، ده يقين. واوعى في يوم من الايام تستخف بذكائي، انا سيف الحديدي. بص بقى يا سيف، عشان اريحك، عشان انا حاسك لا مؤاخذة واقف قدامي بتفرك. ايوه انا اللي هربته، واثبت اني هربته. لو شاطر وجدع يا سيف يا حديدي، اثبت ان انا هربته. ما انا عارف ان انت هربته. حكايه بقى ان انا اثبت دي مش قضيتي، دي قضيتك مع الجهاز، يا حاسبوك يا حاكموك، ماليش فيه. انا جاي هنا عشان اعرف حاجه واحده بس، هربته ليه يا هشام؟ عشان مظلوم يا سيف، مظلوم. والاوسخ ان انت عارف انه مظلوم ومع ذلك حطه في دماغك ومستقصده. مستقصده؟
على اساس ايه؟ ان الباشا كان دفعتي وبغير منه من ايام الكليه؟ يا ريته كان دفعتك. ما هو لو كان دفعتك ما كنتش قدرت تعمل معاه حاجه. لكن للاسف للاسف يا سيف احنا في البلد دي كده ما بنستقواش الا على الضعيف. حلو، يعني انت بتعترف انك قربت ارهابي وارهابي حاطط النظام في شكل مش كويس، يعني انت بتتحدى النظام؟ انا بتحداك انت يا سيف، وقلتها لك قبل كده، لو ذكر اثبت ان انا هربته. بص يا سيف، انا عاوزك تجيب لمؤاخذه حصيره وتفرشها قدام باب امن الدوله وتقعد عليها وتقعد تعدد وتقول اللي داخل واللي خارج هشام مدكور هرب ادم عبد الحي، وبرضه مش هتعرف تثبت. انت عايزني اجيب حصيره وفرشها قدام باب امن الدوله؟ شكلك كده مش هتجيبها البر يا هشام مدكور. انا على البر يا باشا، انت اللي غرقان في بلاويك وعقدك المكلكعه وغلك وحقدك على الناس. في مدرستك الوسخه اتعلمنا حاجات كتير قوي وشفنا حاجات ما تتصدقش. شفنا ناس اتدفنت وهي صحيه، شفنا شيوخ وانت ملبسهم بدل راس، شفنا دكاتره ومهندسين ومحاسبين وناس محترمه وانت جايب مراتاتهم وبناتهم ومقلعهم عريانين قدامهم. انت مريض يا سيف، انت مريض سادي، لازم تتعالج عشان وجودك وسطينا اكتر من كده خطر عليك وعلينا. بس يا دكتور على النصيحه الغاليه دي، ان شاء الله قريب هجيلك العياده مره تانيه بعد ما تترفد ان شاء الله من امن الدوله. اسمعني كويس يا هشام مدكور، كل الكلام اللي انت قلته ده في الهوا. تحقود وغيور وظابط حمار يا ابني، انت بتجيب المعلومه بعدها بسنه، يعني مؤاخذه كده صلاحيه منتهيه معفنه. عموما احنا تلامذتك يا باشا. وبعدين على فكره عايز اقولك على حاجه، اسهل حاجه ان انت تعذب بني ادم عشان تاخد منه معلومه، عارف؟ انا لما بحقق مع واحد وما بلاقيش عنده معلومه ما بحسش بالذنب، عارف ليه؟ لان عمري ما ظلمت حد. لكن الظالم اللي زيك عمره ما هينول رحمه ربنا. انت هتعيش يا سيف في سواد طول عمرك. السواد ده مش حواليك، السواد ده جواك. بص يا هشام مدكور، بص انت يا سيف، يلا بقى علشان انا عاوز انام. انت بتطردني؟ طبعا يا باشا، يلا يلا ما تفكرش.